السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي البنج مخصوص البنج اللي هو محرك البحث بقى فيه داخله ايمج كرييتور، ده عامل زي ميدجورني يقدر يعمل لك صور. والجميل ان انت تقدر تسأله بالعربي، يعني ممكن تقول له مثلا ايه ارسم لي ارنب يفترس اسد، بيقبل ان انت بالعربي تخليه يرسم لك بعض الحاجات. ففي صورة هي مظبوطة وبقيت الصور مش مظبوطة العكس، تمام. طيب ممكن نقول له مثلا ارسم لي ايه قهوة مع اللبن فعمل لي قهوة باللبن بالشكل ده. ممكن نقول له ايه فارس عربي يركب حصانه ونشوف، فطلع لنا حاجة بالصورة ديت. انا طلبت منه يعمل استعادة في شرب القهوة، فعمل لي الاربع صور دول.